السلام عليكم أعزائي الكرام. الحب، كي تعرف الحب على أنه مجموعة من المشاعر المعقدة اللي كتنتج عليها العديد من التصرفات والأفكار المنسوجة بعواطف قوية، كتحكم المرء وكتسيطر على كيانه وإحساسه، كتخليه يرغب بحماية الشخص أو الشيء اللي كيبغيه، كيشعر بالمودة والألفة وعطف كبير اتجاهه، كيحترمه ويحافظ عليه ويراعي المشاعر دياله، وكيرغب بإسعاده وحمايته من أي تهديد أو خطر يقدر يلحق به. هو ما كيقتصرش على حب البشر فقط، الحب يقدر يكون حب المرء حيوان أليف يقدم له العناية والرعاية والعطف ويسعى للحماية والحفاظ عليه، أو يرتبط الحب بشعور داخلي خاص كالحرية والاستقلالية والكيان والشخصية أو حب الذات على سبيل المثال. في قصة ديالنا أنت عارفوا على الحب، واش كاينه ولا ما كايناش؟ أعزائي، كاين الحب ولا ما كاينش؟ كانت هدى دائما كتسقسي هذا السؤال. هي كانت عارفة بلي كاين أنواع من الحب، حب الله، حب الوطن، حب الإخوة، مشاعر الأمومة والبنوة والصداقة، حب الحيوانات، حب الجمال، كيف ما كان التجسيد ديالو. كانت كتآمن بالوجود ديال جميع هاد الأنواع إلا الحب بين الجنسين، بين المرأة والراجل. فمن بعد جوج تجارب فاشلة في حياتها الخاصة، استنتجت بأن الحب بين الراجل والمرأة ما كاينش، وأن كل اللي كاين هو انجذاب جسدي ورغبة وغريزة كضرورة من ضرورات استمرارية البشرية وطريقة الإنجاب. هدى بنت في عمرها 27 عام، خدامة في شركة للنسيج في الصرا والخياطة من 6 سنين، ولو أنها مجازة في تخصص أدب عربي، التخصص ديالها ما كيعطي والو، وهي ما قدراتش تكمل حيت كان خاصها ضروري تخدم باش تصرف على راسها وتعاون في مصروف الدار. كان عندها 8 ديال خوتها، 2 دكورة و6 البنات، وهي الوسطى، ما الكبيرة ما الصغيرة. خوتها الربعة الأولى مطلقين، سعيد وزهرة ورضوان وسعيدة. زهرة عندها 5 الولاد وسعيد 2، الولد رباوه هما مرطلق، والبنت رباتها مماها. رضوان وسعيدة طلقوا قبل ما يولدوا. سعيد ورضوان كاينين كيف حال ما كاينينش. سعيد ملي كان باقي مراهق كان مبلي بالسرقة، يسرق برا والجيران، وكان يسرق حتى خوتو البنات، خواته ما كانت سلاسل اللي جبرة ما يفلتا حيت كان مبلي وكان مخدمش، وهذاك هو سبب طلاقه. رضوان كان مزوج ببنت عمه سمية، ساكنة في هولندا، وكانت كتحمق عليه، وهو كان طمع غير في الوراق، كان كيخونا وكيفسد عليها. هي كانت كتعمل مستحيل باش تطلعه، ما كانش كيهتم، كان لا خدمة لا ردمة غير الشيكي والموضة وبارفانات والدواران. وسمية كتصيفط الفلوس، وهو عمره ما فكر حتى يشري لها وردة. كان كيقول نصحابه غير نوصل هولندا ونطلق ديك الضبة، حتى قربوا الورق يوجدوا، وواحد صاحب رضوان جمع الدوسي وتصور رضوان مع البنات في وضعية مختلفة وأشكال مختلفة، ها الزهرة، ها السمرة، ها الطويلة، ها القصيرة، وصيفتهم في الإيميل لسمية. تصدمت، كانت صبرة له على كل شيء،
على قلة الاهتمام، على قلة المسؤولية، على الكسل ديالو، على كل شيء. لكن على الخيانة مستحيل. كان كيتسنى البرا فيها الفيزا، جاتو برا فيها دعوة الطلاق. أما سعيدة قصتها كتشبه رضوان. كان دبرت لامرأة من العائلة كتكون برا في راجل في هولندا نيت. من نهار الأولي ما عجباشي وقالت بوهالي، لكن ما رفضتش حيت طمع طاعون، والطمع في الوراق خلاها توافق. وهي ما مقتنعاش بالراجل وكيضحكوا عليه هي وخوته وصحاباته. تزوجت، عمل لها عرس خيالي وطلبت 5 مليون في الصداق، عطاها 6. مر العرس عرف النظرة اللي كينظروا ليلو مراته وصحاباته، وعرب اللي هي خصها غير الوراق حيت كل هضرة ديالها كانت غير عليهم. تسالى شهر العسل والكونجي ديالو، سافر لهولندا، ومن تما ما رجع لا سول، وخلاها ممزوجة ممطلقة. بقات 3 سنين وناضت رفعت دعوة الطلاق. أما زهرة البنت الكبيرة في العائلة تزوجت بولد خالها بعد ما جوزوا، قصة طويلة الحب والغرام. كان كيجي عندها للدار وكتمشي عنده، واخا هو كان عينه زيغين بزاف، والبنت اللي شافها خصو. ملي عرفوا عائلته باللي كاين زوجوهم، ولدت معاه لبنى وعمران. بدا كيفسد عليها ويضربها ويخرجها من الدار ويخليها بالجوع، ومع ذلك زادت معاه 3 الولاد سليمان وطارق توأم، والبنت الصغيرة نورة. سمح فيها حملة بها وخرج في الآخر، طلقت حتى هي ورجعت نضربها ب5 الولاد. كانوا كيعيشوا كاملين في دار واحدة فيها 2 طوابق وغرسة مزيونة. كان كيقابلها باباهم اللي كان خدام كسال في الحمام الرجال، ويماهم كانت كتبيع الخضرة. وملي كبروا البنات بداو كيخدموا في المعامل ديال الخياطة والفصالة اللي موجودين بزاف في طنجة. هاد القصص تطلق كاملة خلت هدى ديما خايفة من الزواج ومن الحب، واخا هي كانت عارفة أن خوتها كانوا كيساهموا بنسبة 98% من طلاقهم، وأن الذنب ذنبهم. لكن كانت خايفة، خايفة حتى هي تفشل في الزواج وتطلق. أصلا العائلة والجيران والناس اللي كيعرفهم كانوا كيسميوهم غير الدرد المطلقين، فبلا ما تزيد هي تأكد ليهم سمية. ديك الخوف ديالها كان كيخليها ترفض كل واحد كيتقدم لها، وحتى العلاقات اللي كانت كتعملها كانت ما كتطولش وكترجع تفسخها. واحد المرة خطبة واحد ووافقت، كان في الأول ضريف معها وكيقول لها كيبغيها وكاع الهضرة اللي كتقال. مور الخطوبة بشي شهر بدا كيعلق على خوته ويقول بلي ما مسؤولينش وكينتقد كل صغيرة وكبيرة. عرفات بلي دات زوجاته ما عيكملوشي ورجعت له الخاتم دياله. والمرة الثانية كانت كتعرف واحد وكيعجبها، طورت العلاقة وبدات كتخرج معاه. واحد النهار قال لها تمشي معايا للدار واللي خصاتك نحطه، خلاته جالس وناضت ومشات في حالة. من موراها قررت باش ما تسمح حتى الواحد يدخل حياتها. هي كانت مزيونة طويلة وضعيفة وشعرها طويل وزعر، عينها مايلين الزرق، كانت عندها طاية واعرة. دائما البنات اللي معاها في الخدمة كيقولوا لها واش كتعمل سبور، كانت لباسة
ما عندهاش مشكل تخسر فلوس الخدمة غير على الحوايج، أما المكياج ما كانش عنده معاه. وبالرغم من الوضع ديالهم إلا أنهم في دارهم كانوا ديما النشاط والضحك والشطح والحيحة، وهذا هو حال دار البنات. كانوا في العشية كيجيو عندهم بنات الجيران وشي بنات من العائلة ويجلسوا يعاودوا على كيسان القهوة والكمير والنوكات، ومرة مرة كانوا كيجيو عندها تنقش لهم الحنة حيت هي كانت كتعرف تنقش وترسم. كان عندها هوايات بزاف وأفكار غريبة، وأكثر فكرة غريبة كانت هي أنها غتزوج شي حد غير باش تحمل ويكون عنده وليد ولا بنيته، ومن بعد طلقه. واللي كان كيمنعها من هالشي هو السمية اللي تعطت ليهم دار المطلقين. كانت كتحمق على العيال، وغير هي ربت ولد خوها سعيد اللي كان سميتو سفيان، وبنت ختها زهرة الصغيرة نورة، لكن كان خصها ولاد من كرشة حيت كاين فرق. واحد المرة في الشتوى مرضت بالرواح لا قريب لمدة طويلة، وخا الشهادة الطبية كان خصها ترجع للخدمة ضروري، وخا بقى مريضة. وهي خرجة في الصباح بكري باش تشد ترونسبور في قاع الحومة، كانت كتحس براسها بقى مريضة وبسخانة طلعة ويديها باردين شوية. سخفت قبل ما يوصل الترونسبور، من اللي حلت عينها لقات راسها في السبيطار. تخلعت شوية، جا الطبيب ومعه راجل طويل كانت الملامح ديالو سمراء وعينو كيلمعو. سقصها الطبيب دابا شوية، قاتلو شكون وصلني لهنا؟ جاوبه باللي الراجل اللي وراه شافت فيه وجهه حجر بلا تعبير، فهمت باللي يمكن عطلته على شغله. قاتلو شكرا وسمح لي انا دابا بخير، يمكن لك تمشي وتكمل شغلك. شاف فيها وقال باللي شغله فات عليه الحال. ما فهمتش علاش كيلومها ملي كان عايلومها على الجابة. تأنت واعتذرت منه حيت عطلته على شغله، ما جاوبش. قال للطبيب اللي خصها ترتاح واعطاها شي دواء. قتلو انا بخير، واش نقدر نمشي في حالي؟ قال له دابا شربي هذا ونعسي، وملي تفيقي تقدري تمشي. وجاب لها صبة سخونة السبيطارات، وحيت هي ما كان عندها معدة من ماكلة السبيطارات ما بغاتش. شوية الطبيب خرج والراجل جا جلس حداها وقال لها يا تشربيه يا نشربو لك انا. تشلطت شافت فيه، قالت له وصلتيني لهنا مشكور على عملك، عطلتك على خدمتك واعتذرت منك، لكن جي تفرض عليا شنو نعمل باش من حق. جاوبة والغضبة كتنقز من عينه، بحق انك ما تعاودش تخرج من هنا ومعيتك خاوية ومريضة وتعاودي تسخفي حدا شي حد اخر. بقات كتشوف فيه، قاتلو انا بخير، قاتلو ما نسخفش. قال لا هي اذا شربتي هاد الصبه والدواء ونعستي كان صافي، ما بقاتش قدرت تستحمل السلطنه ديالو. قاتلو انت ماشي سوقك وهادي ما نشرباشي. شد المعلقه وبغى يوكلها، ضربت المعلقه بيده والصبه طارت في الهواء وجات عليه، شعلو عينو من كثرة ما تعصب وهز يدو في السما عي ضربة. تكمشت وتلقائيا حامت بيده على راسها، وقف يدو بقى كيشوف فيها. قتلو اسمح لي، ما جاوباشي ومشى. هي نيت غلبها الجوع وشربت صبة بزز منه
والدواء ونعسس. من اللي فاقت كان جوج النهار، بقات شوية تفكرت الخدمة والدار، وتفكرت الساكن اللي كان فيه التليفون. شوية جات عند الممرضة، بغت تسول على الراجل اللي كان جابه، لكن هي ما كتعرفش سميته. قاست له السخانة والضغط وشي حاجات اخرين، وقالت له دابا بخير. سقصاته واش تقدر تخرج، قالت له بلاتي تنقول انا الطبيب، وخرجت من عندها. شوية تفتح الباب ودخل الراجل اللي هرقت عليه الصبة، كان لابس حوايج اخرين. ضحكت وقالت له واش خصك نوسخهم لك عاوتاني، علاش جيتي؟ انا بخير وكنظن دورك تسالى بلا ما تعذب راسك. قال له دابا بخير حيت اللون الوردي بدا يرجع نخدودك. سقصت على ساكا، قال له راه عندي في الطوموبيل. جا الطبيب وطلبت يعطيها شهادة طبية أخرى. داكشي اللي كان صيفتها عند شي ممرضات، وبعد دقائق كانت خارجة وفي الباب عرفت راسها باللي كانت في كلينيك من أغلى كلينيكات في طنجة. مشات مع الراجل الطنوبيل باش يعطيها الصاك. ملي وصلوا فتح لي الباب وقال له طلعي. قلت له أنا ما كان نركبش في الطنوبيل ضد الناس غير إلا كنت سخفانة. قال له إيوا شنو دابا نسخفك باش تطلعي؟ بقات كتشوف فيه. قال له طلعي نوصلك. قلت له لا شكرا عنمشي في تاكسي. عطاها ساكا وبقى واقف. بقات كتشوف التاكسي وهو واقف كيحديها. جا التاكسي هزة شد طوموبيل وتبع التاكسي. نزلت بقى كيحديها، فتحت باب الغرسة ودخلت. هي واخا ما شافت شي طوموبيلته كان عندها إحساس باللي هو تبعها. من اللي حكت أش وقع ليها نخوتها بقاو كيضحكوا وقالوا له هاد القصة في حل الأفلام. برات مزيان ورجعت من الخدمة ديالها عادي. واحد نهار جات من الخدمة مع الربعة، كانت كتخدم دائما من 6 الصباح للربعة العشية. وهي دخلة للدار شافت الطوموبيلة واقفة في قاع الدرب ديالهم. دخلت ما تسوقش، زولت حوايج الخدمة ولبست البيجامة وخرجت تجيب الخبز باش تاكل. وهي عند البقال حست بشي حد طويل واقف حداها، فاش دورت جمدت. قال لها السلام. ما عرفتش كيف تتصرف، بقات كتأتأ شويه. قال لها جواب السلام هو عليكم السلام، ولا ما قريتيهاش؟ ما جاوباتوش. قال له واش بلعتي لسانك؟ عطاها البقال السخرة وتمت خارجة. وحيت كانت مرتبكة ضربت رجلها في الباب وكانت عطيح. هو ضحك وهي قالت يا لطيف ما نعرفش كون عينك يقوصه. قال له تحد ما عينك يقوصه غير عينك اللي ما كيشوفوش. قالت له عيني كيشوفوا 10/10، ان درجة كنشوف شي حاجات ما كيشوفوهمش الناس. قال لا على ديكشي تعترتي في الباب قدها قد الجبل، بارك عليك غير اللي كيشوفو الناس. وكمل الطريقة. وفي الدار حكيت نختها الصغيرة شنو وقع، وبدأوا كيعملوا الاحتمالات على جان الحومة. ومن موراها بدأت كتشوفو في الحومة موقف طوموبيل بزاف. واحد النهار كانوا خارجين جروبو بيهم شي 6 البنات و3 البنيات صغار، كانوا كيمشيو على رجلهم كيدورو مع البلايا وكيخلفو حتى كيتهلكو، وكيمشيو لواحد القهوة سميتها الحافة، كيدخلو الساندويشات في يدهم وكيشربو اتاي تما وياكلو الساندويشات ويمشيو. كيشدوا الطوبيس ويرجعوا للدار. كانوا كيعملوها بزاف. كان هو في الدرب كيدور، شافهم خارجين من الدار وتبعهم. ملي شافهم غاتين على رجلهم
وقف الطوموبيل فواحد الباركينغ وبقى ماشي على رجليه، ما كيقرب ما كيبعد، محافظ على المسافة بينه وبينهم. هي في الأول مع الصداع وبالزب بهم ما ردتش ليه البال، لكن فاش داروا خلفوا عياو مشاو للقهوة المعتادة الحافة، خلتهم تما وخرجوا هي وبنت خالتها باش يجيبوا الساندويشات. وهي تلقى حدا القهوة عرفت باللي ماشي غير صدفة وباللي كان تابعهم، ما هدراتوش وما هدرهاش فحال اللي ما كتعرفوش. تسالت الجلسة ونضو شدوا الطوبيس راجعين للدار. واحد النهار كتمشى تسخر بوحده حيت خوتها مشغولين، وهو يخرج لها من واحد القنت في قاع الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، قتلو، واش رجعتي ساكن هنا؟ بقيت كنشوفك هنا بزاف. قال لا تقريبا. ما فهمت والو. قال لا فين مشى نوصلك. فكرته باللي هي ما كتركبش الطوموبيلات. قال لا واش واخا نكمل نمشي معاك على رجلي. قتلو دبر راسك، غير اذا تلاقينا شي حد وجد راسك. قال لا راسي واجد من شحال هادي. بقى ماشي معاها، شد التاكسي ركب معاها. كانت مشى مرشق فاطن عند الخياط وعاد كوز تشري شي سماطي وشي حاجات، كان عندهم واحد الحضور د العائلة. ملي بغات تدخل عند الخياط ما حملتش يدخل معاها حيت ما كانش عندها الفلوس للباسي كاملين، وكانت ناوية تقول له يصبر عليها. قتلو تسناني برا، وفعلا دخلت بوحدة والخياط ما بغاش يخلي لها واحد اللبسة حيت فلوسها ما كاملينش. بقات كترغبو والو، شوية دخل ولح ليه الكمالة. بقات كتشوف فيه وقالت شنو هاد الحركات، انا ما محتاجاش تكمل لي انت خلاص حوايجي، هز فلوسك. وقالت للخياط يخلي اللبسه عنده حتى تجيب له الكماله. الخياط ما عرف ما يعمل، بقى كيشوف وهو يقول للخياط هز فلوسك وجمع لك ساويها كاملين. بدات كدابز، شد صبعو السبابه وحطو لها على فمها. فاجأها، سكتت وبقات كتشوف فيه. ملي خرج من عند الخياط قالت غير يكونوا عندي فلوسك نجيبهم لك. قال لا اوكي. قال له واش عندكم شي عرس؟ قالت له اه ديال عمي. قال له خصني نشوفك بالتقليدي. ضحكت وقالت له ايوا خساره ما يمكنش نعرض عليك. قال لا ان شاء الله هنشوفك في عرسك. قالت له انا مستحيل. سقصها مدهوش علاش؟ قالت له حيت الزواج ما دخلش في المخطط ديالي. سحب له غير كتضحك. بقات كتهضر معاه وقالت له انا ما كنتقش في الزواج وعاجباني حياتي بلا زواج، وما عنديش علاش نقيد راسي والحرية ديالي براجل يحكم فيا ويأمر وينهي. وا 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 وا. قال لا صافي، هذه هي الفكرة ديالك على الزواج، تقيدنا الحرية وأوامر من راجل متسلط. قتلو وشنو غير هادشي؟ الزواج أخدو عطاء ومسؤولية وبيت أسرة، انت هي مولاتها وحب وولاد كيفرحوا وبزاف الحاجات اخرين مزيونين. قاتلو ها انت قلتيها، الزواج مسؤولية وانا ما قد على مسؤولية. قال لا حتى تجرب عاد تعرف راسك واش قد ولا لا. قالت له واذا جربت وفشلت؟ بدا كيضحك وقال لا عمرك ضحكن بالفشل على تجربة
بقى ما عشتيها، احتمال دفشل واحتمال دنجح، المهم عاد تكون تجربة واستفدتي منها. قتلو، شنو عنستفد إذا فشلت من غير كلمة مطلقة كغوص معار على جبهتي؟ بقى فاتح فمه وقالت له، ما تقول ليش ما كتعرفش النظرة اللي كيتشبه المطلقة عندنا. قال لا، أنا ولد مرة مطلقة وعادي جدا عندي. قالت له، يمكن حيت ظروفك مختلفة. قال لا، شوف الهضرة وحنا ماشيين كتحيي، وخصوصا إذا كنتي مسخرة، واش نقدروا نتلاقاو ونهضروا على خاطرنا؟ قالت له، واخا. هي كانت عندها عادي تخرج مع أصدقاء الخدمة الذكورة إذا كانوا بزاف، لكن ما كانش كتخرج مع شي راجل بوحده من غير داك الحمار اللي طلب تمشي معاه للدار. قال لها، أوكي، فوقاش؟ قالت له، نهار الحد، حيت كان نهار الواحد اللي ما كتخدمش فيه. قال لها، أوكي، تبادلوا الأرقام. لغد ليه كان عرس عمها وكانت كتشطح، فجاها ميساج ما شفتوش حتى الصباح فاش كانت كتلبس مشان الخدمة. جاوباتو وقالت له، اسمح لي ما شفتش الميساج. فاش نزلت نقع الدرب تشوت ترانسبور لقاته واقف بطوموبيلته تما. انا عارفك ما تبغيش نوصلك، لكن بغيت نشوفك على الصباح. قالت له، اليوم عنكسر القاعده وعنقول لك وصلني اذا قدرتي، حيت مهلوكه وما فيا ما يتسنى الترانسبور. افتح لي الباب. وفي الطريق قالت له، انا بقى ما كنعرفش سميتك. قال له، سميتي ياسين ألا اللهودة. قالت له، باش عرفتي اسمي؟ بدا كيضحك وقال له، ما تنساش أنا اللي هزيتك من الكلينيك وكان عندي صاكك. قالت له، واش فتشتي لي صاكي؟ قال له، كان ضروري باش نعرف سميتك ونعطيها للطبيب، وجبرت على لاكارت الخدمة ديالك. ما عجباش الحال، يفتش صاكا، وانتم عارفين الصك ديال البنت المغربية. ملي وصلة قال له، واش نجي موراك؟ قالت له، لا وشكرا. تلاقاتو ديك الحد ومشاو للنار بارك، بلاصة راقية في طنجة. بقاو كيهضروا، وبقات كدافع على فكرة أن الزواج هو فقط للإنجاب في إطار شرعي، أن المشاعر بين الرجل والمرأة هي عبارة عن رغبات كترجم انجذابات جسدية، وأن بمجرد ما كان عاد من الانجذاب الجسدي ما كيبقى والو، وكيصبح الزواج مسؤولية ثقيلة والتزام صعيب الفكاك منه. بقى هو كيبغي قنعة باللي كاين الحب وباللي كاين المشاعر، وملي ما بغاتش يقتنع قال لا. وانتي واش عمرك حسيتي ولو بانجذاب جسدي والرغبة كما كتسميهم تجاه شي واحد؟ قالت له، انا عمري رغبت في شي حد، لكن ملي كنشوف العيال الصغار كنتمنى يكون عندي انا ولادي، وهذه في حد ذاتها رغبة وان كانت مستحيلة تتحقق. افتح فمه وقال له، اهيا شحال نتينا معقدة، لكن انا متأكد انك بقى ما تلقيتيش فقط باللي فسخ لك العقد ديالك، انا متأكد انك نهار تلاقاه عترجع تمنى يشدك بين يديه ويحصرك، وفي عينك الرغبة فيه عتكون واضحة، والزواج عيبقى يبان لك هو الغاية والمبتغى. كانت كتضحك من التوقعات ديالو وقالت له، مستحيل نرغب في شي حد ومستحيل نبغي شي حد. بقاو كيتلاقاو مرة مرة، واللقاءات ديالو كاملة تتجوز نقاشات على الحياة والإنسان والغاية والوسيلة، وملي عرب اللي هي مجازة
سقصها علاش ما عملتش شي حاجة بعد الإجازة باش تخدم أو علاش ما دخلتش للتعليم. قالت له بلي ما بغتش تكون معلمة حيت كتحس فيها مسؤولية كبيرة، حيت كيعطيو لك أدمغة صغيرة وانت خصك تعلمهم وتكونهم، وباللي هي خافت تغرس فيهم أفكارها، وباللي هي كتنظر للتعليم كمهنة مقدسة هي ما قدرش عليها. شاف فيها وقال لها باللي هي كتهرب من كل حاجة فيها مسؤولية. قالت له لا، ماشي جميع المسؤوليات، ولكن شي وحدين كنكون عارفة راسي ما قدرش عليهم. كانوا كيتلاقاو من الحد للحد، وشي مرات فوسط السيمانة، وشي حدودة كتخرج مع البنات وما كتلاقاش. واحد نهار بالصدفة عرفت بلي هو طبيب جراح. هي عمرها سولاته على خدمته حيت كانت كتبغي توهم راسها بلي ما مهتماشي، وانها كتلاقاه فقط لان النقاش معاه كيعجبها، واخا ما كيتفقوش حتى على نقطة. وعرفت بلي هو من مجموعة الأطباء اللي مشاركين في ديك الكلينيك اللي داها الليلو. في الدار كانت حياتها عادية، عايشين كيف العادة بزاف بيهم، وديما الضاجيش في الدار، شي داخل شي خارج، ولاد خوته كبروا، وحتى واحد ما كمل القراية، كل شي خرج من السادس. لبنة ختها زهرة حتى هي دخلت المعمل ديال الخياطة، وعمران وسفيان دخلوا في النجارة، وساعد خاها ما بقاش كيسرق، كان كيفرش في البارادات سوق بني مكادة وكيبيع الحاجات البالين. ورضوان باقي مبلي بجيلو البارفانات، لكن بدا كيبيع حتى هو في التليفونات. زهرة كانت كتقابل واحد الحاجة، وخوتها آخرين منار ومريم في المعمل. هاجر كتقابل محل د الحوايج دنسا من واحد الراجل في كاسابراتا، وسعيدة كتقابل الدار. باها ما بقى له جهد للحمام، ومامها ما بقاتش كتمشي تبيع.